السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز التاسعة. بداية وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجر بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أجرى أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة بودابست محادثات ثنائية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، لتتوسع بعدها المحادثات إلى جلسة عمل بمشاركة وفدي البلدين. وقد تركزت المحادثات حول سبل إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية التي تقع في صلب اهتمامات سياستيهما الخارجية. وفي هذا السياق أكد أحمد عطاف أن زيارته تهدف أساساً إلى تأكيد التزام الجزائر بتوطيد العلاقات التي تربطها بالمجر والعمل على توفير عوامل وظروف نمو وتطور هذه العلاقات. تحسباً للدخول المدرسي، تتواصل لليوم الثاني على التوالي الحملة الوطنية لتنظيف المؤسسات التربوية والمحيط المدرسي تحت شعار مدرسة نظيفة من أجل أبنائنا. الحملة تشارك فيها الجماعات المحلية ومديريات ودور البيئة وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، إضافة إلى الفاعلين من المجتمع المدني والناشطين في مجال البيئة والكشافة الإسلامية الجزائرية. دوليا، في المغرب لقي ما لا يقل عن 632 شخصا مصرعهم وإصابة 329 آخرين إثر زلزال عنيف بلغت شدته 7 درجات على سلم ريشتر. الزلزال الذي يعتبر الأعنف في تاريخ البلاد ضرب ليلة أمس محيط إقليم الحوز جنوب غربي مراكش وشمل المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد، وتسبب في أضرار جسيمة وانهيار لعدد من المباني. في الهند، انطلقت أشغال قمة دول مجموعة 20 اليوم وسط خلافات متنامية بين القوى العظمى حول الملف الأوكراني ومعضلة التغير المناخي. القمة التي يحضرها زعماء 30 دولة ويغيب عنها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، يرتقب أن تتوج باتفاق حول مشروع نقل ضخم يربط الهند بأوروبا، إضافة إلى تبني اقتراح منح الاتحاد الإفريقي صفة العضوية الدائمة داخل المجموعة. في الرياضة، استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وذلك بعد تعادله السلبي في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. التدريبات عرفت حضوراً كامل التعداد على غرار اللاعبين المصابين باندماج كل من رامي بن سبعيني وبغداد بنجاح وسفيان فيغولي مع المجموعة، تحضيراً للمباراة الودية المنتظرة يوم 12 من الشهر الجاري أمام المنتخب السنغالي بالعاصمة داكار. ختام الموجز الإخباري، شكراً لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.